درست 1/7/2012 استمرار القصف الصاروخي على مدينة الرستان واستهداف أحد بيوت الآمني، وهذه آثار الحريق تخرج من هذا البيت. حسبي الله ونعم الوكيل. شو صار معك أخي؟ يا أخي أنا قصفوا بيتي أول مرة وراحوا أولادي، أولاد أخوي فيه وعيلتي، راحت كل عيلتي. جيت هربت من أخذت بيت هذا البيت الجديد وجيت لهوني كمان قصفوني مرة تانية، وين ما اروح لاحقيني بالقصف. يا اخي شو عملنا لهم؟ شو عملنا لهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شو عملنا لهم؟ طلع القرآن، طلع على القرآن، طلع هذا القرآن، هذا القرآن يا مسلمين، يا مسلمين يا عرب، هذا القرآن طلعوا، طلعوا للكتب الدينية، طلعوا للكتب الدينية. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي مكتبتي، هاي اللي كنت اقرا فيها انا. بدوني انا نقرا، بدوني انا جاهلين. هذا القران طلعوا للقران، طلعوا للقران الكريم، طلعوا. حسبي الله ونعم الوكيل. طلعوا شو صار فينا يا مسلمين، وين الاسلام، وين العرب؟ شو بالنسبه للشان اجتماع جنيف هذا السنه؟ لك لا جنيف ولا ولك اصلا، هن اذا اسرائيل معه، اذا اسرائيل معه، امريكا معه، اوروبا معه، نحن ما لنا حدا يا اخي، ما لنا غير الله نحن. حسبي الله ونعم الوكيل. درستان 1/7/2012 مع استمرار الحريق في هذا المنزل والقصف الصاروخي والمستمر على مدينه الرستان. درستان 1/7/2012 شو عملنا لهم؟ حرقوا بيوتنا كلها وقتلوا اولادنا، شو عملنا لهم؟ لا حول ولا قوة الا بالله، احسن كل، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. من كل ما ننتقل على بيت بقصفونا، كل ما ننتقل على بيت بقصفونا. يا اخي بدنا نموت ونرتاح من هالعيشه، اكل ما عندنا، شرب ما عندنا، قصفوا لنا المي، قصفوا لنا الكهرباء، الشوارع ما عاد نقدر نمشي بالشوارع لانه كلها قصفوها، الشوارع تحفرت، وين بدنا نروح نحن؟ وين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. درستان 1/7/2012 مدينة الرستان.